ينضم الينا من دبي مراسل الغد عبد الله الزعبي. عبد الله، الفعاليات مستمره بعيد تاسيس الامارات الخمسين. نعم بالفعل، يعني الفعاليات مستمره هنا في دوله الامارات في جميع أنحاء الإمارات احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. يعني هذه الاحتفالات بدأت منذ 50 يوما وتستمر أو مستمرة حتى العام القادم أو حتى الربع الأول، نهاية الربع الأول من العام القادم 2022. هنا في دولة الإمارات الجميع يحتفل بالإنجازات بما حققته الدولة خلال سنة وخلال الفترة الماضية. نحن نحتفل اليوم بخمسين عاما على تأسيس دولة الإمارات. هذه الخمسين حافلة بالإنجازات الكبيرة والتي نافست من خلالها دول العالم وأيضا حققت مراكز أولى من خلال تحقيقها لهذه الإنجازات. اليوم الشيخ خليفة بن زايد تحدث عن الإنجازات التي حققتها الإمارات وأيضا تذكر من خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة ذكر الآباء المؤسسون لدولة الإمارات وهو يذكرهم ويذكر الإنجازات التي تحققت من خلال وحدة إمارات الدولة السبعة. بالإضافة إلى ذلك هو تحدث أيضا رئيس الدولة وأيضا نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وأيضا ولي عهد أبو ظبي وشيوخ الإمارات تحدثوا عما تستعد له الإمارات من إنجازات قادمة. هم وصلوا إلى المريخ بإنجازاتهم في الخمسين عاما الأولى وهم يستعدون للمضي أو المضي قدما في هذه الإنجازات وترسيخ هذه الإنجازات وترسيخ مكانة دولة الإمارات. عبد الله، حدثنا عن أولى الاستعدادات للأعوام الخمسين المقبلة. نعم بكل تأكيد، يعني هناك العديد من المشاريع التي أطلقت استعدادا للخمسين المقبلة. مشروع استكشاف الفضاء، المشروع الذي سيستكشف 7 أقمار أو 7 كواكب في مجرتنا، بالإضافة إلى أو هذه السبعة لم يتم اكتشافها من قبل، بالإضافة إلى مشروع استكشاف القمر الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد والذي سيكون في العام 2024. مشاريع الخمسين التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي من خلال وزارات ومؤسسات دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيز ما تم إنجازه وأيضا التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة من خلال هذه المشاريع وتعزيز الاستثمارات من الناحية الاقتصادية وأيضا السياسية والدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة سواء سياسيا أو اقتصاديا. هي تعمل بجد وهي أيضا تسير بثبات نحو مزيد من الإنجازات في الخمسين العام المقبلة للوصول إلى المئوية التي تتحدث عنها أو يتحدث عنها حكام الإمارات والجميع هنا في دولة الإمارات. نعم. عبد الله الزعبي مراسل الغد، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.